بنرحب بمصمم الازياء العالمي هاني البحيري عبر شاشه فوشيا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده بدايه سنه سعيده على مصر والعالم العربي ان شاء الله يا رب. هاني، انت لسه راجع من فرنسا، كنت بتعمل اورينتال فاشن شو في اسبوع الموضه في فرنسا. ايه الحاجات اللي عرضتها، الدريسز؟ كلمنا عن وجودك هناك. بصي، كان اورينتال فاشن شو ده يعني كان المره دي مثلا النهارده الحمد لله انا للسنه العاشره معاهم الحمد لله من 2008 ل 2018. احنا اختلفنا جدا، ده بعتبره ان هو ولد من ولادي، اللي هو كان اسبوع موضه مختلف عن اسبوع الموضه الانترناشونال فرنسا فاشن ويك او باريس فاشن ويك. دلوقتي بقى ضمن اسبوع الموضه الفرنسي، اللي هو كل بيوت الازياء في العالم بيبقى عندها حدث، يعتبر حدث بالنسبه لهذا الموضوع. فانا الحمد لله كان عندنا المره دي كان يوم 24 يناير، كنا في اوتيل كوريون في باريس، وكنا قدمنا فاشن شو عالمي مختلف. هاني البحيري اتعمل له فاشن شو لحاله من غير اي حد. هاني البحيري لحاله، عارفه اللي هو اصلا يعني الانفيتيشن كانت هاني البحيري الساعه 2 الظهر في كوريون هوتيل. فكان ده بالنسبه لي ده حدث عالمي، ان احنا يبقى عندنا في مصر نموذج مشرف الحمد لله رب العالمين، وعندنا بنقدم ما يلبس بطريقه عالميه وبشياكه، مواصفات واقمشه وموديلات وافكار وفينيشنج بنخاطب بيها العالم. احنا طبعا بقول الحمد لله قوي قوي قوي، ويمكن الناس كلها المره دي قالت لي احنا شايفين عرض ازياء متميز مختلف، ان احنا شايفين هاني البحيري من حتى تسريحات الشعر العارضات. بشكر محمد الصغير الجميل الغالي المحترم، والحمد لله كان فاشن شو كان كويس قوي الحمد لله. فوشيا عرفت ان انت قريب هيكون ليك فاشن شو في المغرب، كلمنا عن تفاصيله وهيكون امتى؟ ان شاء الله هو اخر فبراير، وده هيكون معانا النجمه الكبيره الديفا سميره سعيد، وهي طبعا هيكون في طنجه، وطنجه دي بلد جميله جدا. انا عارف اسمع عنها، عمري ما رحتها قبل كده، بس اسمع ان هي تميل الى اوروبا اكتر، فيها سحر الشرق والغرب. ده اول فاشن شو لهاني البحيري في طنجه؟ في طنجه قبل كده في الرباط كان ليا فاشن شو، كان ليا في كازابلانكا، لكن في طنجه اول مره. وصراحه اللي شجعني قوي ان هو قفطانوطي ده اسم الديفيلي، ان انا هكون مع الديفا، يعني هي حبيبه قلبي وصديقتي جدا، ولسه لابسه من عندي في راس السنه كان ما بين يعني 2017 2018، فكانت انا بالنسبه لي هي وش الخير. فان شاء الله يا رب نعمل حاجه كويسه، وتبقى انا حاسس ان هو هيطلع فاشن شو كويس قوي ان شاء الله. هي الستايلات اللي بتقدمها في مصر غير اللي بتقدمها في المغرب، بيختلف ايه اللي بيختلف فيها؟ لا بص، انا هقدم فاشن شو هاني البحيري، انا بحترم جسد وعقل المراه، فهي مش هتختلف قوي في المغرب عن مصر عن فرنسا. اللي مهتميه بالموضه بالشياكه بالاناقه بالحشمه بالوقار بالعظمه بالاناقه الحلوه الباريسيه هتلبس في المغرب نفس المواصفات، في مصر نفس المواصفات، في باريس نفس المواصفات. انا ببقى فخور ان انا بقدم فستان شكله حلو طويل مشغول محتشم، مش ان هو عنوان الاناقه يبقى هو عريان او يخدش حياء المراه او شكله مش على الموضه. فانا ببقى فخور ان انا عندي ثلاث او اربع عناصر، فيهم عناصر الشياكه والاناقه والاحتشام، وفي الاخر يلبس ممكن حتى لو بنت صغيره تلبسه. مش بتفكر تعمل بمناسبه ان الفاشن شوف المغرب القفطان المغربي؟ انا واخد فساتين فيها تو بيسز، يعني بطريقه اندايركت هو ده القفطان المغربي، بس احنا عاملين فستان وعليه المنطو بتاعه اللي هو شبه القفطان او التقشيطه المغربيه. بس بقول انا برضو مصري وبفتخر بمصريتي وبعروبتي، وبقدم ذوق يميل الى المصري اكتر، ثم المغربي يعجب بيه، ثم الفرنسيين زي ما اعجبوا بيه الاسبوع اللي فات في فرنسا قالوا واو. فانا بقول ان احنا بنقدم ذوق مصري بيحاكي كل الاذواق العربيه والفرنسيه.